زين، نجدد رئيس الجمهورية لو ما نجدد رئيس الجمهورية؟ ما نجدد. دكتور برهم ما نجدد له؟ ما يستحق. لا ليش علقت على دكتور برهم ودول؟ لأن هو هسه بالمنصب، يعني الآخرين ما بعدهم ما جايين. ليش دكتور برهم محتوى الجميع والقوى السياسية وكان أداء سياسي جيد في الأزمة؟ شو مالته إيه، هو يعرف عرضه حلو عرضه حلو لنفسه، يعرف شلون يروج الروحه بصراحة. يعني شوف هسه هذا بموضوع الكرد، أنا ككردية يعني خل أتحدث وأصير قومية. زين ككردية أنا أشوف رئيس جمهورية العراق كردي، وزير الخارجية كردي، وعندي عشرات أو مئات العوائل الكردية عالقة. زين إيش قدموا لهم؟ بالله عوف أقليم كردستان اللي هو يمهم وما يقدرون يسوون شيء. يعني هو كرئيس جمهورية خوب يتحرك اتحاديا الآن. وزارة الخارجية وزارة الخارجية سوت جوازات يمكن اليوم ل 155 شخص جوازات عودة طوعية وأرسل الطائرات. شو يريد يسوي يعني؟ قصدي هو ليش يعني تحمي رئيس الجمهورية؟ هو حامل الدستور أكثر من هذا شعده ويكلف يعني رئيس وزراء حامل الدستور تدريش كبرى. نعم. حامل الدستور يعني هو أي شيء خطأ دستوري يصير لازم هو كان يكون عنده موقف، مو هو يجي يكون جزء من خرق الدستور.